اما هلا سلمى بننتقل لمحطتنا الاخيره اليوم، واليوم بدنا نحكي عن الرشاقه والرياضه والعنايه بالجسم. كلياتنا بنطمح لنحصل على جسم مثالي، بس دائما بيقولوا لك لازم تلعب رياضه وتعمل نظام غذائي، وكثير من الناس بتقول لك انه انا ما عندي هذا الوقت الكافي، بس بنفس الوقت بنحصل على الجسم المثالي. يعني هي معادله حليه اذا فيكي مزبوط حليه. لنحكي عن هذا الموضوع اكثر معنا الكوتش عمر الحمداني. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحكم على جميع المشاركين ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك كوتش. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. خليني بلش معك هيك بسؤال جدلي بنسمع عنه دائما، انه الرياضه لما بتلعبها الانثى غير لما بيلعبها الرجل. لما بيدخل بيلعب الات معينه ان كان هو او هي، فبيختلف شكل الجسم والعضلات، وبالتالي بيقولوا لك في انواع من الرياضه لازم السيدات ما تركز عليها، في احجام في اوزان معينه لازم ما تلعب فيها حتى ما تغير بشكل جسمها ويصير شكل عضلاتها قريب للذكوره اكثر من الانوثه. فخلينا نبلش، كيف بقدر افقد الوزن واعمل الرياضه وحافظ على شكل جسمي؟ تمام. هلا اولا الامراه نهائيا ما راح تكبر عضلاتها، لانه بسبب وجود هرمونات معينه بجسم الرجال تختلف عن الامراه. وهذا الشيء معتقد خاطئ دائما الناس. بس بنشوف بعض السيدات عندها عضل، ممكن 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 بتكون بزيادات معينه عن طريق تحفيز الهرمونات اللي موجوده بجسمها، لكن معتقد خاطئ اني انا افوت على الجيم كامراه بقول انه انا والله راح اكتسب عضلات. هذا الشيء خاطئ، لانه في هرمون موجود بجسم الامراه هو موجود حصرا بجسم الرجل، هو موجود عنده بكميات كثير قليله. عمليه فقدان الوزن عند الامراه عن الرجل ومع الرجل هي بعمليه واحده تشابه مع بعض، اللي هي اولا الرياضه، ثانيا الغذاء. الرياضه هي تشكل 30 الى 35% من فقدان الوزن، الغذاء بشكل الى من 60 الى 65% من عمليه فقدان الوزن. فلذلك الرياضه عنصر اساسي للاثنين وقت نعملهم. طيب خلينا نحكي عن علاقه الهرمونات بخساره الوزن. اليوم بنقول كثير من الناس حابه تخسر وزنها، وقلت في عاملين اساسيين هو له علاقه بالرياضه والنظام الغذائي، لكن في عوامل اخرى كمان ممكن تاثر منها الهرمونات. خلينا نحكي عنها شوي، نوضح للناس اكثر. هلا مثل ما حكينا قبل شوي انه في عوامل الهرمونات هي المسؤوله عن نوعيه الدهون. هذول الهرمونين اللي موجودين، نحكي هون عن هرمون التستيرون اللي هو موجود بنسبه كثير كبيره عند الرجل، تمام ولا لا، وكميات قليله كثير عند المراه. وهرمون الاستروجين اللي هو موجود عند المراه بكميات اكبر بكثير من عند الرجل. هذول الهرمونين هن اللي مسؤولين عن الدهون اللي بتتكون عند الرجل وعند المراه، فبيلعبوا دور كثير كبير بنوعيه الدهون وبيلعبوا دور كثير كبير بعمليه فقدانها. طيب اذا بدنا نحكي اكثر عن العوامل الاساسيه للفقدان الوزن او التنحيف، اليه خليني اقول اذا واحد لسه ما انه لعبان رياضه قبل مرات كجيم يعني وبده يدخل، شو بتعطون؟ هلا العوامل الاساسيه كثيره، نحن راح نذكر اهمها. اولا بدي الرياضه، ممارسه الرياضه لو كانت البسيطه، والرياضه اللي هي انواع الكارديو، الكارديو اللي هي الرياضه القلبيه اللي دائما التمارين اللي بترفع معدل نبضات القلب، مثلا المشي السريع، مثلا الجري، الركض، نط الحبل، السباحه، حتى الرقص بيعتبر من انواع الكارديو. هذول بيرفعوا معدلات نبض القلب وبالتالي يزيد عندنا الحرق. اثنين الغذاء، بدي انا نقي اكل صحي، بعيد عن الوجبات السريعة، بعيد عن الأكل الخارجي اللي بيسبب فيه سعرات حرارية كثيرة. أيضا حصول على نوم كافي مهم جدا للجسم، لأنه الناس اللي بيناموا 6 إلى 5 ساعات باليوم هن معرضين كثير للإصابة بخطر السمنة. أيضا شرب المي دائما بنأكد عليه مهم جدا جدا لعملية خسارة الوزن، تمام، تخفيف الوزن. وأيضا العوامل الثانية اللي هي بتجينا عن طريق التغذية اللي هي البروتين. البروتين مهم جدا ليخلينا نبني عضلات، لأنه هو الأساس عن عملية بناء العضلات. طيب خلينا نحكي عن حساب السعرات الحرارية، هي دائما نسمعها والمعضلة الأساسية، إنه دائما عندك
حساب السعرات الحرارية مع خسارة الوزن، قديش أنا باخذ سعرات حرارية، قديش أنا بخسر، هي نقطة كمان خلينا نعلق عليها شوي. تمام، هلا حساب السعرات الحرارية هي عملية معقدة، لكن نحن راح نحسبها بطريقة أساسية وقاعدة أساسية موجودة فينا نمشي عليها كنمط بحياتنا. أولا بالنسبة للقاعدة الأساسية راح نحكي نحن بالنسبة للرجل والامرأة بدون عمل أو جهد، يعني عم نحكي كاحتياج الجسم الطبيعي العادي. بالنسبة للامرأة بتحتاج تقريبا 2000 سعرة حرارية باليوم، بالنسبة للرجل بيحتاج 2500 سعرة حرارية باليوم. هاي عم نحكي بدون أي عمل، في أعمال لأنه بتكون مجهدة تمام وبدون رياضة. هذا بيخلينا بنروح على القاعدة الأساسية الثابتة أكثر، اللي هي كل غرام بروتين كل غرام كربوهيدرات بيعادل 4 سعرات حرارية. يعني أنا إذا هلا فوتت لجسمي 50 غرام كربوهيدرات أو 50 غرام بروتين بدي أضربه بأربعة، يعني 4 ضرب 50 بيعادل 200 سعرة حرارية أنا فاتت لعندي. الحساب بالدهون الصحية كمان أساسي، لأنه الأكل النظام الغذائي هو بروتين دهون صحية كربوهيدرات. الدهون الصحية نسبتها أكثر، كل 1 غرام من الدهون الصحية يعادل 9 سعرة حرارية. لذلك كل ما بيفوت لي أي غرام من الدهون الصحية بدي أضربه بتسعة. ناخذ أمثلة على الكربوهيدرات، مثلا الرز كل 100 غرام رز بيعادل 21 غرام كربوهيدرات. كل 100 غرام بطاطا بيعادل 19 غرام كربوهيدرات. بناخذ كربوهيدرات مثلا بالفواكه، تمر كل 100 غرام تمر بيعادل 75 غرام كربوهيدرات. هذول بدنا نضربهم باربعه ليطلعوا مجموع السعرات الحراريه اللي فايته لجسمنا. ناخذ امثله عن البروتين، مثلا البروتين في عندك اللحوم الحمراء كل 100 غرام لحوم حمراء بيعادل ما يقارب 20 غرام بروتين. صدر او الدجاج بصوره عامه اللي هو بيعادل كل 100 غرام منه بيعادل 23 غرام بروتين، كمان بدنا نضربهم باربعه. ناخذ امثله عن الدهون الصحيه اللي هي مهمه كثير واللي هي عاليه السعرات الحراريه بس ضروري ندخلها لجسمنا، اللي هي زيت الزيتون الزيت البلدي كل 100 غرام منه فيه 100 غرام دهون، بالتالي بدنا نضرب 100 ضرب 9، نحن فوتنا هون 900 سعره حراريه. ناخذ بدون ورقه وقلم وبدون حسابات طويله، هي عمليه معقده بس نحن ناخذ الاشياء الاساسيه. ومو غلط انه نحن نستعين في بعض الكتب بتكون مصادرها صحيحه وبتكون موجوده بجوجل أغلبها. يعني ما تماماً. ما هيك فنحن ضروري نحسب شو بيفوت الجسم شو بيطلع بالجسم، لانه نحن اليوم وقت بدنا ننحف مثلا مثل ما قلنا حضرتك كامراه بدك 2000 سعره حراريه، فبدك تنحفي انت بدك لازم تفوتي لجسمك على مدى اليوم 1500 سعره حراريه، بحيث انك انت تخسري 500 سعره حراريه من احتياجك اليومي مشان يكون في عمليه فقدان الوزن. طبعا هون نرجع بنكرر نحن عم نحسب للشخص العادي، مو الشخص اللي عنده سعرات حراريه، مو الشخص عفوا اللي عنده رياضه او اللي عنده عمل مثلا يكون في جهد عالي. طيب كوتش بدنا نسال سؤال، اليوم نسمع كثير هي الجمله انه انوزنت ولكن انا حاسس انه وزني ثابت مع انه شكلي متغير، فبالتالي يا ترى انا خسرت الوزن كانت من الكتله العضليه ولا من الشحوم ولا من السوائل ولا من شو بالضبط؟ فهي شو يعني شو بيقصدوا فيها؟ تمام، نحن هون بدنا نقدم نصيحه لاي حدا حابب يخفف وزنه ويفقد وزن لا يطلع على الميزان، الميزان بيعمل عامل نفسي، احيانا انت بتطلع على الميزان بتلاقي حالك ثابت الوزن تماما او بتلاقي حالك فارق كيلين او زايد ممكن، لذلك ممكن انت بتكوني احيانا مثلا في عندك احتباس سوائل بسبب هرمونات معينه او بسبب انك اخذه مثلا دواء التهاب او بسبب مثلا اخذه كميه املاح كثيره بيعمل احتباس سوائل. لذلك نحن اذا بدنا نقيس المقياس الحقيقي على فقدان الوزن بدنا نقيسه على ثيابنا، ما بنقيسه على الميزان، الثياب هي العيار الحقيقي. كيف؟ انه انا ثيابي بدي البسها وقت بكون انا في وزن معين، وقت بفقد وزن راح يكون انا الثياب بحسها وسعت علي او كبرت علي، هون بعرف حالي انه انا اختلف وزني. في شغله مهمه انه انا ما شرط يكون جزء انا بقيت نفس الوزن، او ممكن انا طلعت بالوزن بس ممكن انا اكتسبت عضل، واكتساب العضل هو افضل بكثير ما يكون انه انا عندي شحوم.
لذلك ممكن انا ازيد بوزني باكتساب العضله، وهون مرحله صحيه لانه نحن بنحتاجها لمرحله نمو العضلات. بالختام نصائح عامه لكل الناس اللي عم تشاهدنا للحفاظ على وزنها المثالي لتقدر نوعا ما ما تزيد وزن. تمام هلا لانه جايين على عيد، يعني في اكل، في حلو، في كثير قصص. تماما. هلا الشيء السريع انه اذا حدا عنده مناسبه مثلا كحضرتك امراه وبدك تكوني مثلا عندك تلبسي فستان او شيء معين، فممكن انت بتتبعي رجيم خلال 48 ساعه 72 ساعه اللي هو رجيم التمر واللبن. تمام. بتعتمدي عليه بثلاث الى خمس وجبات يوميا، زبديه لبن مع ثلاث حبات او خمس حبات تمر، لحتى انه تحصلي خلال 48 ساعه على خساره نوعا ما من الوزن. النصائح الاساسيه اللي هي اهم شيء بناكد عليها، بدنا نقول العبوا رياضه، العبوا رياضه، العبوا رياضه، ولا تتكاسلوا ابدا. عوامل كثيره، مراقبه كميه ونوعيه الاكل، تقليل الكربوهيدرات، تقليل الدهون، تقليل السكريات، تناول الاطعمه الغنيه بالالياف، شرب الماء بكميات كافيه، مهم جدا لعمليات الايض. وتقليل السعرات الحرارية مثل ما حكينا. أكيد يعني نصائح متعددة اليوم قدمت لنا إياها. بدنا نتشكرك الكوتش عمر حمداني على كل المعلومات. شكرا لك كوتش، وعلى وجودك معنا. شكرا كثير.